تفضل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه فشمل برعايته الكريمة احتفال وزارة التربية والتعليم بذكرى ميثاق العمل الوطني، وذلك في صرح ميثاق العمل الوطني بالصخير. ولدى وصول جلالة الملك المعظم كان في استقبال جلالته سعادة الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم ومسؤولو الوزارة، حيث رحب بجلالته أبناؤه وبناته الطلاب والطالبات المشاركون في الاحتفال من مختلف المدارس بالهتافات. بسم الله الرحمن الرحيم. سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظكم الله ورعاكم، إننا هنا اليوم في صرح الميثاق الوطني طلاباً وطالبات، معلمين ومعلمات، مسؤولين ومسؤولات في وزارة التربية والتعليم، تملأنا مشاعر الفخر والاعتزاز وتغمرنا الغبطة والسرور ونحن نحتفل بذكرى ميثاق العمل الوطني الذي كان مفتتح المشروع الحضاري لجلالتكم والشاهد على انطلاق مملكتنا الحبيبة إلى رحاب الإنجاز والتميز. وخير ما نبدأ به حفلنا هذا آيات عطرة من القرآن الكريم يتلوها على مسامعنا الطالب محمد مطيع سعيد من مدرسة الهداية الخليفية الثانوية للبنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد
يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم صدق الله العظيم. حييت من ملك أقام لشعبه صرحا من الأقوال والأفعال في كل ركن فيه تنبض قصة تروى بكل الفخر للأجيال. سيدي حضرة صاحب الجلالة، إن النهضة التعليمية شهدت في العهد الزاهر لجلالتكم تطوراً كبيراً، وتشهد على ذلك التقارير الدولية والإنجازات التي حققها أبناؤكم وبناتكم الطلاب والطالبات في مختلف المحافل العلمية والتعليمية الدولية. والآن مع كلمة سعادة الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم بهذه المناسبة. بسم الله الرحمن الرحيم. سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، أصحاب السمو والمعالي والسعادة، الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنه لشرف عظيم يا صاحب الجلالة أن أقف بين يديكم الكريمتين اليوم في هذا اليوم الوطني المشهود الذي تحتفل فيه مملكة البحرين بالذكرى 23 لإرساء ميثاق العمل الوطني، إذاناً بمرحلة جديدة من البناء والعطاء والإنجاز في عهدكم الزاهر. وبالأصالة عن نفسي وباسم الأسرة التعليمية والتربوية كافة، يشرفني أن أرفع إلى مقامكم السامي أسمى آيات التهاني والتبريكات بهذه المناسبة المجيدة التي ضرب فيها شعب البحرين الوفي لجلالتكم موعداً مع التاريخ، وسطر فيها أوضح معاني الولاء والتأييد لنهجكم الحكيم في بناء حاضر مملكة البحرين ومستقبلها، وأبرزت عمق العلاقات والتلاحم المتين بين القائد وشعبه. سيدي جلالة الملك المعظم حفظكم الله ورعاكم، إن الأسرة التعليمية الوفية لنهجكم الحكيم لتلهج بالشكر والثناء في هذا المقام السامي، وتعبر عن أسمى عبارات الامتنان والعرفان لجلالتكم حفظكم الله ورعاكم لما تحظى به من رعاية موصولة في عهدكم الزاهر الذي أعلى راية العلم والتعليم وعزز نهج الاستثمار في أبنائنا الطلبة الذين يمثلون الثروة الحقيقية التي ستعزز إنجازات الحاضر وتسهم في بناء مستقبل البحرين المشرق بإذن الله تعالى. وقد حرصت وزارة التربية والتعليم على تطوير المنظومة التعليمية والتربوية في إطار مسيرة التحديث والتنمية الشاملة بقيادة جلالتكم، مواكبة لأحدث التوجهات العالمية في تعزيز العلوم واقتصاد المعرفة والمهارات الرقمية، كما عملت الوزارة على تضمين المبادئ والرؤى السامية المستلهمة من ميثاق العمل الوطني في المناهج الدراسية،
إيمانا منها بأهمية تربية النشأ على هذه المبادئ الوطنية والحضارية والإنسانية، وتعزيزا لقيم المواطنة وروح الانتماء والمسؤولية وحقوق الإنسان والتسامح والتعايش والحوار والاعتدال والوحدة الوطنية من خلال المناهج الدراسية. وفي هذا الإطار تتوسع الوزارة في تطبيق منهج التربية للمواطنة لجميع المراحل الدراسية بما يتضمنه من قيم ومبادئ ترتكز على ثوابت ميثاق العمل الوطني، كما تتوسع الوزارة في تدريس تاريخ مملكة البحرين لترسخ في أذهان ووجدان الطلاب والطالبات عراقة هذا التاريخ الأصيل منذ فتح مملكة البحرين وتأسيسها دولة عربية مسلمة مستقلة على يد المؤسس أحمد الفاتح، فضلاً عن حضارة البحرين الممتدة لآلاف السنين. كما ركزت الوزارة من خلال مناهج ومساقات مستحدثة أخرى على تكريس هذه القيم الوطنية السامية على غرار مساق خدمة المجتمع الذي يرمي إلى ترسيخ ثقافة العمل التطوعي وتكريس قيم التسامح والتعايش والتعاون لدى طلبة المرحلة الثانوية. وفي هذا الإطار استحدثت وزارة التربية والتعليم منهج المهارات الحياتية وعملت على تحديث وتطوير عدة مناهج أخرى، كما ركزت جهودها على تدريب المعلمين والتربويين على طرق تطبيق هذه المناهج الجديدة والمطورة وإبراز ما تتضمنه من قيم وطنية نبيلة. سيدي صاحب الجلالة، تحتفل وزارة التربية والتعليم اليوم بمختلف قطاعاتها بهذه الذكرى الوطنية الغالية، ويحدوها عظيم الفخر والاعتزاز بما تحقق في عهد جلالتكم الزاهر من إنجازات رائدة بفضل ما تولونه من رعاية سامية للعلم والتعليم ومنتسبيه. وانطلاقاً من توجيهات جلالتكم السديدة وفقاً لمبادرات ومشاريع الحكومة الموقرة برئاسة سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، وعملاً بأحكام دستور مملكة البحرين وما تضمنه الميثاق من قيم ومبادئ نبيلة تكرس المساواة وتكافؤ الفرص، تعمل وزارة التربية والتعليم على توفير الخدمة التعليمية الجيدة وإتاحة الفرص لكل أبناء الوطن ومن ضمنهم ذوي الاحتياجات الخاصة، والتوسع في خدمات التعليم المبكر بما ينعكس إيجاباً على مستوى التحصيل العلمي لخريجي المؤسسات التعليمية في وطننا العزيز، ويتيح الفرص لجميع فئات المجتمع للاستفادة من أفضل الخدمات التعليمية. وفي الختام نسأل الله جلت قدرته أن يحفظ جلالتكم ويرعاكم، وأن يسدد على طريق الخير خطاكم، وأن يبقيكم ذخراً وسنداً لمملكة البحرين وشعبها المحب لجلالتكم، إنه سميع مجيب الدعاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربي سألتك قلباً فيه متسع للكون كي أودع البحرين داخله، وأعطني بعض ما ترويه أبحورها شعراً لها وكأني كنت قائله. وهب لي الحب يجثو تحت أرجلها كالبحر حتى أكون اليوم ساحله، وامنح لأذني لحن الحب تعزفه البحرين صبحاً لأصغي في المساء له. سيدي حضرة صاحب الجلالة، إن طلبة مملكة البحرين من مختلف المدارس وتعبيراً عن الحب والامتنان والولاء الذي يحملونه في قلوبهم لجلالتكم يقدمون هذا الأوبريت الفني، وهو من كلمات نخبة من شعراء المملكة ومن إنتاج وزارة التربية والتعليم.
سأرفع رأسي لهذا العلم وأرفعه لجميع الأمم، أقول لهم إنني هاهنا بأرض الحضارة منذ القدم، بلادي سأبني بساحاتها وفوق السواحل أو وسط يم، صروحاً تفيء بأركانها، قلوباً تفيء بظل العلم، قلوباً تفيء بظل العلم، وأبذل عمري لصون حماها، وأوفي بعهدي وأرسي القيم، وأكتب تاريخها في الفؤاد، وفيه اتخذت مداد القلم، وأكتب تاريخها في الفؤاد، وفيه اتخذت مداد القلم. إنني للعلم أسعى أبدا، وسنى القرآن عندي موردا، فهو خير وملاذ وهدى، وثمار العلم أجنيها غدا. يا حياتي يا ملاذي سكني، يا هنائي يا رجائي إنني، لك أحيا في رضا يسعدني، لك أحيا في رضا يسعدني، وطني أحيا على مر الزمن. إن تغنينا كثيرا للوطن، إن حميناه العوادي والمحن، إن حفظناه عزيزا دائما، وطني يحيا على مر الزمن. سأغنيك بألحان الولاء وأحبك، داعيا ربا مجيبا للدعاء، وهو ربك، إنني طوعك في كل زمان، رافع اسمك في كل مكان، ذاك حبك يا وطني. الوطن حميناه العوادي والمحن، إن حفظناه عزيزا دائما، وطني يحيا على مر الزمن.
على هالأرض نتلاقى نهر حب ونهر إبداع، حناجرنا لحن قاصة وخطواتنا هواه شراع. من البحرين للعالم نسافر وننشر ثقافتنا ونتقاسم محبتنا ونخلي النجوم تباع. من الماضي إلى الحاضر زرعنا الفرحة حق باكر، سواحلنا أيادي حب تستقبل هوى النهام، ونتنسم هوى الغواص في نخوة أهالينا مثل لهجة حرارة صيف نمطر كل أغانينا. بقدومك وهتف القلب يحييك
منك طيبك يا حمد يرفع الراس، شيخ الوفا والمرجلة والشهامة، مليكنا اللي ثبت الحكم والساس، ونعيش في ظله بأمن وسلامة، جلالته رمز التطور ونبراس، قالوا الكلام ووافي في كلامه، في يوم ميثاق الوطن أفرح الناس، وثبت لنا فخر وعز وكرامة، يا شيخنا يا شيخنا اللي في الطويلات نوماس، لك هامة تصعب على كل هامة، حنا دروع الوطن في حراس، كل المدن ويا القرى والمنامة، حنا ولانا يا وطن ما له قياس، في ظل ابو سلمان عالي مقامه. عرضة البحرين ما تنتخلى، قناد راس اللي يود المثاية، عرضة البحرين ما
يا هلا أبراع الميثاق والدستور أبو سلمان حامي الدار عالي الشان باني نهضة الأوطان. يا أبو سلمان يا أبو سلمان في عهدك تطورنا وخلينا الزمن يسمع منايرنا، تحدينا الصعب وياك وكل أرواحنا وكل أرواحنا تفداك. ومع الإصلاح والميثاق والدستور عرفنا قيمة الإنسان من هالنور، وتعاقدنا على الإخلاص مثل دانة في يد غواص. ويا البحرين يا البحرين خلينا العمر لتسور. الشموخ والانتماء رمز الإباء. حمدنا الوائلي المستنير عاهلنا عنوان حب ونقاء هما منشاه إنه القلب الكبير عظيم الشأن حمد رمز الإباء. بميثاق تفردنا به تعلمنا به معنى العطاء وعاهلنا المعظم يرتقي بنا نحو التقدم والبناء. هنا حيث الشموخ والانتماء. هنا تسير الأرض له ولا أن يملأ الدنيا ولا
حمد رمز الإباء. حمدنا الوائلي المستنير، عاهلنا عنوان حب ونقاء، هما منشاه إنه القلب الكبير، عظيم الشأن حمد رمز الإباء. بميثاق تفردنا به، تعلمنا به معنى العطاء، وعاهلنا المعظم يرتقي بنا نحو التقدم والبناء. هنا 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 حيث الشموخ والانتماء، حيث الشموخ والانتماء، هنا 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 تسمو الأماني والرؤى، هنا هنا حيث الشموخ والانتماء، هنا هنا تسمو الأرض له، ولا أن يملأ الدنيا ولا. وبهذه المناسبة أعرب جلالة الملك المعظم عن شكره وتقديره لجميع المشاركين في الفعالية والمساهمين في إنجاحها تخليدا لهذه المناسبة الوطنية العزيزة، مشيدا بما تضمنه الاحتفال من معان وطنية سامية ومشاعر مخلصة تؤكد القيم الوطنية الأصيلة التي تربت عليها أجيال الطلبة في مدارس المملكة من خلال مناهج وزارة التربية والتعليم وأنشطتها الطلابية. وأكد جلالته اعتزازه بجهود كل رجال ونساء البحرين الذين حملوا رسالة التعليم السامية وبنوا على ما حققته الكوادر التعليمية التي سبقتهم من إنجازات ومكاسب جعلت من المملكة مركزا للإشعاع الحضاري والتنوير المعرفي، وصولا لمخرجات التعليم البحرينية المتميزة بكفاءتها العلمية وقدرتها على العطاء والإنتاج في كافة مجالات العمل الوطني، بالإضافة إلى حرصها على رفع راية البلاد في كافة المحافل.